خير. النهارده عايزين نعمل فيديو جديد. الفيديو ده باختصار كده هيكلمك على ازاي تشارك في رايد تبع جروب. المشاركه في رايد تبع جروب السكوتر بتاعك تديك متعه جديده، خصوصا ان انت بتلاقي ناس كتير بيشاركوك نفس الرياضه ونفس الافكار. السكوتر بتتمشوا طبعا في رايد معين، في نفس الوقت انت لازم تكون عارف وانت ماشي الساين او الاشارات اللي بيعملوها عشان يكلموا هما ماشيين. الاشارات دي بتفيدك ان هو تخلي بالك لو في اخطار على الطريق، سواء حفر او حد بيعدي او عربيه او الكلام ده. تاني حاجه تعرف ازاي تمشي بشكل منظم في الرايد. نحاول النهارده كده نوريكم الاجتماع بتاعنا. النهارده طالع مع جروب اسمه الاكزاندريا سكوتر رايدر كلوب، نادي اسكندريه اللي راكبين السكوتر. تجمعهم يوم الجمعه قدام مكتبه اسكندريه الساعه 10:30 الصبح. هوريكم كده بسرعه الفكره وبعدين نشوف الساين هما بيعملوها، ممكن نرجع نراجعها معاكم. لازم يكونوا لابسين خوذه وجوانتي، يكون معاهم رخصتين عشان يشاركوا في اي رايد رسمي. طبعا احنا بنهتم جدا بالسلامه، فالسلامه سواء على شكل سيفتي او سلامه على شكل قانوني. صباح الخير. الجروب ده بيمشي على شكل فورميشن او على شكل خطين. باختصار بيمشي بشكل خطين، ده عن طريق اشارات او ساين احنا بنعملها. الساين دي باختصار هتكون كالتالي: اول ما بنبتدي نتجمع بنعمل العلامه دي، معناها ان احنا بنقف صفين. تاني علامه بنعملها بنعمل كده، معناها شغل المحرك بتاعك. ثالث علامة نعملها ان احنا نعمل كده، ودي معناها انطلق. رابع علامة نعملها مع كده، دي معناها توقف. طبعا لو في اشارة او في اي حاجة ممكن تعمل الكلام ده. حاجات تانية عشان تبتدي تدخل يمين او شمال، للشمال بتقوم عامل كده. طبعا كل الكلام ده بايدي الشمال، لان ايدي الشمال مبيبقاش هي المتحكمه في البنزين. فبتعمل لما تبقى عايز تدخل شمال تقدر تعمل كده، وبتعمل كده عشان تبتدي تدخل يمين. لو في عندك خطر، سواء حد بيعدي، نفترض في حد واقف على الرصيف اللي في النص وعايز يعدي، فعشان تقول للرايدر اللي وراه خلي بالك منه بتخبط على الخوذه مرتين وبتشاور عليه. تخبط على الخوذه مرتين وبتشاور عليه، ده عشان تبتدي تحدد ان في خطر او في حاجه قدامك. علامات تانية ان انت لما تلاقي حفرة، لو انت مثلا بالسكوتر ماشي اهو لقيت حفرة شمالك او يمينك، كل اللي بتعمله ان انت لو رافع رجلك كده على السكوتر بتنزلها ناحية الحفرة، بحيث ان انت توضح للراجل ان في حفرة يمين او شمال. دي بالنسبة للحفرة كده، معناها سنجل فورميشن، ان انت لو ما كنتوا ماشيين جنب بعض بتمشوا واحد، او كده دبل فورميشن، كده معناها تقدر تضم المسافات بين رايدر ورايدر. دي اهم النقط اللي عايزين نتكلم، او اهم النقط اللي لازم اي رايدر يعرفها قبل ما يجي الفورميشن، وقبل ما يجي في اي جروب رسمي. الاشارات دي عالميه مش مجرد هنا. طبعا لو لقيت رايدر ماشي الناحيه الثانيه وحابب تعمل له تحيه ممكن بتعمل له كده، دي علامه معروفه جدا من الرايدرز ان انت تقدر تعمل له تحيه، تقول له يعني صباح الفل. تمام. بس كده باختصار يعني. طبعا قبل الرايد لازم يعملوا حاجه اسمها بريف او تعريف المكان اللي هيروحوه، واهم اماكن او الوسائل او البوينتات عايزين يتكلموا عنها.